منذ أول خروج ديالي مع المعتقل السياسي السابق أستاذ محمد حاجي تعرضت لبزاف ديال الضغوطات وتعرضت لبزاف ديال التهديدات اللي كان الفحوى ديالها هو أنك إلا دخلتي للمغرب راه غادي نغبروك وهاد المرة ما غاديش تخرج منها سالم. وأنا بغيت نقول في هذا الإطار أنني غادي ندخل المغرب ولو وقعت لي أي حاجة في المغرب اختفاء قصري أو اغتيال أو ما شابه ذلك فالمسؤولية طبعا تتحملها الجهاز الأمني اللي توصلت بالتهديدات من طرفه.